بمشاركة ثلة من الباحثين والخبراء الدوليين في مجال الهجرة، نظمت وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع هيئة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية مؤتمرا دوليا حول موضوع الشباب الهجرة الغير النظامية والتنمية، والذي سيدور رحاه من 24 إلى 27 من شتنبر 2018 بمجمع مولاي رشيد ببوزنيقة. والمناسبة ديال هذا اللقاء هو مشاكل الهجرة وما كتخلفوا من أثر بالنسبة للشباب الإفريقي، وكل الاقتراحات اللازمة اللي كتخلي مشاكل الهجرة أقل تأثيرا وأقل حدة في المغرب. كنستقبلوا في هذا اللقاء مجموعة من البلدان الشقيقة، غادي يستمر على مدة 3-4 أيام، وغادي تكون في مجموعة من المقترحات اللي غادي ناخدها في عين الاعتبار بما يخص التمكين الاستراتيجية الوطنية الهجرة في المغرب من جميع الاقتراحات اللازمة لتطويرها. الهدف من خلال هذا اللقاء اللي كتنظم وزارة الشباب والرياضة مع مجلس وزراء الشباب والرياضة للفضاء الفرنكوفوني هو طرح النقاش إشكالية علاقة الشباب بالهجرة وخصوصا الهجرة السرية، نظرا لما تعرفوا هذه الفئة ديال الشباب على مستوى القارة الإفريقية بشكل خاص من تحولات عميقة وهو ما يجعلها أكثر عرضة لهذه الظاهرة. بطبيعة الحال الظاهرة لها مسببات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي فهذه فرصة من أجل تدارس هذه الإشكاليات وطرح الحلول البديلة. بطبيعة الحال إشكالية الهجرة غير الشرعية وغير قانونية هي إشكالية معقدة ترتبط بعدة عوامل، وبالتالي فمجموعة من الخبراء والفاعلين وممثلي الشباب سيساهمون خلال المشاركة ديالهم في هذا المؤتمر بأفكار ومقترحات عملية من أجل مواجهة هذه الظاهرة. ويندرج هذا المؤتمر الدولي في إطار الجهود الرامية للقضاء على الهجرة الغير النظامية في أوساط الشباب والتقليص من آثارها التي تنعكس سلبا على مساهمتهم الحياة السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة والدمجة لمجتمعاتهم. عندنا واحد البرنامج اللي هو أساسي، اللي هو برنامج ديال التمكين الاقتصادي للشباب، اللي كنشتغلوا فيه بشكل مباشر التأطير ديال الشباب باش يوجهوا سوق الشغل او يخلقوا المبادرات الخاصه ديالهم، اما عن طريق نظام المقاول الذاتي او عن طريق التعاونيات او عن طريق المقاولات الصغرى والمتوسطه. الحفل تخلله توزيع شيكات لفائده 8 من الشباب الذين استفادوا من تمويلات في اطار برنامج تثمين المقاولات لدى الشباب الذي تنفذه وزاره الشباب والرياضه بشراكه مع هيئة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية.